يكون صحيحا. يعني اللي بدي اقوله قياده، القياده هي توجه سياسات وهي توجه ما يجب ان توجيهه. وانا قلت حين تظاهر 80,000 ولا 100,000 في اسرائيل من 8 مليون، هذول بيجوش 1%، حين تظاهر مليون في لندن تحدثت انه مع الشارع العالمي مع الفلسطيني او مع الفلسطينيه او مع الشعب الفلسطيني. نعم اوكي، اكبر مظاهره كانت في لندن مليون، اوكي من قديم من 8 مليون. اين 90% من شعب لندن؟ هل 90% عند المعلم الكبير تشارلز؟ للاسف هن كلهم مع فلسطين. 10 مليون 10%، نعم. سيد سمير، جميعنا نعلم أن العالم بأكمله قبل 7 أكتوبر بذل الكثير من المجهود وعمل على مسح اسم فلسطين والفلسطينيين، لدرجة أنك أنت كنت تقول أنا فلسطيني، قل أين هذه فلسطين؟ يعني أنا قلت أين هي فلسطين؟ ما في شيء اسمه نعم فلسطين، خصوصا الجيل الحديد. ولكن أعطيني أنت فلسطينية، أعطيني اسم رئيس فلسطين. سيد سمير، أنا عم بحاورك هون، أنا ما لأ أجاوب، أنا عم بحاورك فقط. بعد 7 أكتوبر سيد سمير، وهذه إحدى، يعني علم عليها، هذه إحدى النقاط التي تحدثت عليها المقاومة أنها نتائج فعالة وإيجابية من قبل عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، وهو أن اسم فلسطين عاد ليكتسح العالم وليس الشارع العربي. لا، ما عاد يكتسح العالم، هو الأقصى. نعم، هو الأقصى مليون وليست فلسطين. مليون سيد سمير، مليون ليس رقم قليل، بأن يخرجوا مليون بريطاني من 8 في شوارع مليون لندن حتى يتضامنوا من مع 8 مليون فلسطين. نعم، أوكي، من ولكن 8 مليون 10%. القضية الفلسطينية الموجودة في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ما يعني ما شأن البريطانيين في هذه القضية؟ ما يعنيهم هذا الأمر حتى يخرج مليون شخص؟ يا دكتورة، 50 مليون مسلم متواجد في أوروبا لاجئ، ليش هذول اللاجئين الخمسين مليون يعني متوقع يطلعوا 50 مليون؟ قد عدد سكان أوروبا؟ شو النسبة المئوية؟ تحدثي معي في النسبة المئوية في المنطقة. لو تحدثنا عن المسلمين